مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ضمن حلقة جديدة من برنامجكم اليوم جليسة رياضية على قناة تيليمارك. العصبة الوطنية لكرة القدم هواة وككل عام توافق على اعتماد البطائق الوطنية أو جواز السفر أو الرخص الجامعية خلال أول دورة من البطولة والمبرمجة في 2 و3 من أكتوبر المقبل، لكن لا تخلو هذه المباريات من عملية تزوير اللاعبين. في الحلقة سنسلط الضوء على هذا الموضوع، وفي الحلقة أيضا حديث عن المدربين الجدد المرشحين لتدريب المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات. أما تدوينة اليوم تخص وصول أسود القاعة واستقبال وحيد خليلوزيتش للمدرب هشام الدكيك، وفي الاستقبال معان كثيرة سنناقش بعضها في حلقة اليوم. إذن كانت هذه محاور حلقة اليوم من برنامج جليسة رياضية على قناة تيليمارك. قبل الخوض في تفاصيلها كالعادة، أرحب باسمكم بضيوفي الكرام في الاستوديو، وأبدأ من يميني كالعادة مع الإطار الوطني سي حسن الساخي اللي شرفنا في حلقة اليوم. سي حسن مرحبا بك وشكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا وشكرا على الاستضافة. ويسعدنا أيضا المشاهدين الكرام أن أستضيف نبيك سوا الإطار الوطني سي نبي، مرحبا بك، ولنا الشرف أيضا تكون حاضر معنا في الحلقة اليوم برنامج جليسة رياضية. مرحبا سي رضوان ومرحبا بجميع المشاهدين الكرام. إذن المحور الأول مشاهدينا الكرام يأخذنا إلى اعتماد البطاقة الوطنية وأيضا جواز السفر والرخص الجامعية في لقاءات الدوري الوطني للقسم أو لقسم الهوت. طيب ندمعك سي حسن الساخي، أكيد الإطار الوطني اللي تشرف على أو لا أشرفت ربما على قيادة عدد كبير من الفرق، خصوصا فرق ديال الهوات، وانت كلاعب سابق وإطار وطني ضروري غتكونوا عشتوا بعض الهفوات مع الخصوم او بعض المشاكل بخصوص تزوير اللاعبين، بمعنى ان ماشي الموضوع الاساسي في هذه الحلقه هو انه اعتماد البطائق الوطنيه. كيف اكدتي لي في الكواليس ان ككل عام كيكون واحد لا ليسونس مثلا ديال اللاعب كيدوس بها عند الحكام، كيشوف الرقم ديالو، السن ديالو، يعني الصوره، عدد كبير من الامور اللي قبل من المباراه بربع ساعه او ب 20 دقيقه، ولكن كاينين بعض الهفوات وبعض الامور اللي ربما تقدر تحكي لنا سي حسن الساخي. هو بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اجراء جاري به العمل في بدايه ديال اي موسم، انه كتعتمد يعني للرخص اللي ساريه المفعول، واللاعبين الجدد كاننا كتصدر لهم العصبه الوطنيه اللي هو بطائق جديده، وهذا ما كيجيش كيتاخر شيئا ما، خاصه الدورة الأولى والثانية. الشيء اللي كيخول الفرق أنها تعتمد على بطاقة التعريف الوطنية أو جوازات السفر، وكما قلتي أنا ما سبقش لي عرفت شي حالة ديال الغش بحال هذه، ولكن كاين كنسمعوا بهذه المسائل هذا، وكنظن أنها ظاهرة غير صحية وما كتخدمش لا اللاعب لا النادي ولا كرة القدم الوطنية. ذلك انه ملي كتزور كتلجأ لهاد العمليه ديال التزوير، فانت خاسر على جميع المستويات طبيعه الحال، وربما ظاهره غير صحيه وكتبدا المقابله ديالك صحيح يعني صحيح، خاسر المقابله صحيح، لانه سي مدير يتفق معايا. علاش؟ لان الا كان اللاعب مثلا كيديروها بزاف في الفئات العمريه ديال الجونيور ديال المينيم ال المينيم بي، كيوليو يعتمدوا على اللاعبين الاكبر سنا، علاش باش يفوجوا في اللقاءات؟ نظرا لانه يا اما اللاعب اللي مول البطاقه، يا اما تلقى البطاقه الحمراء او لا تلقى 4 انذارات غيتمنع من اللاعب ديال المباراه المقبله، كيضطر انه المدرب يلقى شي واحد شبيه ليه في نفس الفئه العمريه باش يتبادل الهويه مثلا. ولكن اسمح لي نكمل في نفس السياق، هو انه من غير كيشوف شي واحد اللي كيكون شبيه ليه، انه من بعد الكونفرونطاسيون اللي كيدوزوا عند الحكم الرجوع ديالهم الفيستير كيغيروا القميص، اللاعب كيرتدي القميص لاعب اخر وكيدخل صحيح بعد ما جرات العمليه ديال طبيعي. واش نتوما مع او ضد ان الحكم فور يعني يكتب لا ليست ديال اللاعبين ديالو ويدوزوا عنده مباشره من تما من من من, من الفيستير، يمشيوا مباشره لارضيه الملعب ما يرجعوش عاوتاني للفيستير كيف قال سي حسن، ويغيروا الملابس او لي توني ديالهم ويدخل لاعب بلاص لاعب اخر، مع العلم ان الحكم داز عنده في الاول. لا يمكن تكون هذه النقطه هذه اللي غتحل لنا هذا المشكل هذا، سواء مع الفرق ولا العصبه الوطنيه. كما تحدثتي على المشاكل اللي كيعيشوا عدد كبير من الفرق، بحيث كيتم استخدام اساليب اللي هي غير صحيه باستعمال اللاعبين اللي كيكون غير مرخص لهم
بولوج الملعب ولا الدخول ديال هذه المقابلات هذه، فكنعتقد انه من المبدا ديال كره القدم من احترام الخصوم من احترام النفس ديالك هو انك ما تعتمدش على لاعبين اللي كيكون غير مرخص لهم بدرجه اولى انهم يوجهوا للملعب باش تستشهد بلاعبين انهم باش غير يقدروا يعطيوا الاضافه في رقعه الميدان وهما يا ماشي مرخص لهم. فيمكن هذه عدم ثقه في النفس وعدم الثقه في الكفاءه ديالك اولا كمدرب وثانيا كمسير اللي كتكون منتمي لهذا الفريق هذا. فكنعتقد انها ظاهره غير صحيه بالنسبه للفرق، ويلزم حتى الجامعه الا اتخذت قوانين زجريه وضربات بيد من حديد عدد كثير من الفرق اللي تبتات انها كتمارس هذه السلوكات الغير صحيه. فيمكن ليا نجزم لك انه فرق اخرى ما يمكنش تقوم بهذه العمليات هذه. لا اكيد، لان العمليات كتكون غير في المباريات ديال قسم الهواد وخصوصا الا تكلمتي على الفئات العمريه. الفئات العمريه بحكم الشغال ديالي في هذا الميدان هذا فكنشاهدوا عدد كثير من الحالات خصوصا في ليمينيم وليكادي، فعدد كثير من الفرق اللي كيجلبوا لاعبين غير مرخص لهم سواء من العصبه الوطنيه ولا من طرف الجامعه الملكيه وكيسجوا بهم الارضيه الملعب من اجل كسب المقابلات. وكنعرفوا انه في هذه المراحل هذا من اجل ابراز المواهب ديال اللاعبين خاصها تكون المبدا ديال المساواه ديال السن، المبدا ديال المساواه بين الجسد بين اللاعبين. دونك هنا ملي كتشوف اطور اللي كتشتغل بهذه الطريقه هذه فكنعتقد انها هي تكون بعيدا عن الكفاءه وبعيدا عن المهنيه، وبالتالي تعطي صوره سيئه للمظهر الكروي المغربي. صحيح، وماشي غير في ارضيه الميدان سي حسن، اتفقت معايا تف لا ليسونس ديال 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 الجوغ اللي هي معايا الان واحد لا ليسونس ديال احد اللاعبين في القسم الوطني ديال الهوات، تف هذه البطاقه هذه كيتم التزوير ديالها قبل مثلا ما يولج لارضيه الميدان. اللاعب مثلا زياد ديال زياد 94 او لا 92 كيوليو ردينو زياده ديال 2000 حتى 98، علاش؟ باش يلعب مع الفئات العمريه اللي هي صغيره ويكون هو رمز القوه ديال الفريق. وكاينين اللاعبين سي حسن بلا ما نذكر الاسماء ديالهم في البطوله الوطنيه القسم الوطني الاول، وهذا بالدليل القاطع لاني تواصلت مع عدد كبير من اللاعبين، لاعبين في القسم الوطني الاول وفرق كبيره وكبيره جدا كيقولوا هذا اللاعب مزور، يعني ماشي زياده 92 زياده مثلا 97 لا زياده في 1992. كاينين اللاعب كاين ما يمكنش لنا ننكروا الوجود ديال الغش، ولكن هذا كما سبق وقلت لك انه هذا كيضرب مبدا ديال تكافؤ الفرص، مبدا اللي كتعتمدوا الفيفا وهو الفير بلاي، كيضرب كذلك لا المصداقيه لا ديال المدرب لا ديال المسؤول لا ديال وكيضرب في الصميم تكوين. لان حنا علاش كنجريو هاد الدوريات ديال المراحل السنيه باش نكونوا لاعبين للمستقبل، وهذا ملي كندخلوا في هاد المساله ديال الغش فما كنعطيوش الفرص لذوك اللاعبين اللي اصغر سنا واللي يمكن حتى هو يقدر ولو انه ما كتشوفش فيه انه ذاك اللاعب اللي يمكن قادر انه يخوض ديك المقابله، فاعطيه الفرصه ديالو باش حتى هو يجتهد، لان كتقتل فيه حتى ذاك الطموح هو في واحد الفتره اللي صغيره وكيبدا يحس بالظلم كيحس ب وهذا كيخليه انه كيبتعد على الميدان اللي هو اختاره وكيقدر يمشي لا قدر الله انحراف ولا طبيعه. دونك على الجميع، وكنظن ان الجامعه كتضرب بيد من حديد كلما يعني تحققت من خروقات بهذا الشكل هذا، الا وكتكون توقيفات ربما كتوصل حتى التوقيفات كتخص لا الكاتب العام للفريق لا اللاعب ولا كل من ساهم او شارك في العمليه ديال الغش، وكيمكن توصل العقوبه حتى العام او افي في بعض الحالات. نعم، ولكن الا كان ربما سي حسن تذكرتي اللاعب الا تظلم مثلا او لا اللاعب الاخر اللي تم التزوير ديالو مجبر على انه لا تفرضت عليه على انه يقوم بهذه العمليه نظرا لان المدرب او الرئيس ديال الفريق اللي هو عنده السلطه عليه، اكيد انه اللاعب ما عندوش حتى شي دخل، بالعكس اللاعب يبغي يلعب. تفرض على اللاعب هذا الشيء راه كتعرضه حتى للخطر، هذا في حال اذا ما هذاك اللاعب دخل ديك المقابله وتصاب لا قدر الله شي اصابه بليغه. نعم. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية المحور الأول من برنامج جليسة الرياضية الذي خصصناه على أو لموضوع اعتماد البطاقة الوطنية وجواز السفر وأيضا الرخص الجامعية لبداية الدوري الوطني الاحترافي وعمليات التزوير. المحور الثاني يأخذنا مباشرة إلى عملية الكشف عن المدربين الجدد الذين سيشرفون على تدريب المنتخبات في مختلف الفئات.
طيب بدأك سيمدي كسوا عدد كبير من المدربين من بعد ما نقولوا بلغة الكرة بدأ العملية ديال الغربال، ولينا كنشوفوا مدربين كيشرفوا على عدد كبير من الفرق من اقل من 23 سنه حتى الاقل من 13 سنه. الحديث على هشام الدميعي يشرف على تدريب المنتخب الوطني الاقل من 23 سنه بمساعده ميلود مذكر او لا مذكر وايضا لاعب سابق للفريق الاتحاد سيدي قاسم بالطنجة ولعب المنتخب الوطني واحترف بالخليج. نعم الحسين عموته ايضا يشرف على تدريب المنتخب الوطني الرديف بمساعده هشام الدميعي وايضا ميلود مذكر ورشيد بن محمود. عدد كبير من المدربين سي ناديك سوا انت شاتيهم في الصوره، واش ربما قادرين على انهم يعطيو واحد المنتوج كروي واحد المنتوج ديال واحد اللاعبين اللي يقدروا يحملوا القميص ديال المنتخب الوطني للمغربي؟ وانا باش نكون معك واضح الاخ رضوان، ربما هذه المرحله هذه غتكون مرحله انتقاليه بالنسبه لكره القدم المغربيه. هذه مده سنوات ما شفناش انتقاء ديال المدربين بهذه الكيفيه سواء مع فتحي جمال، لانه كنعرف الاسماء الموجوده حاليا في هذه اللائحه ديال المدربين اسماء اللي قادره تعطي الاضافه، لما لا؟ كنعرف انه هاد المدربين هادو بدرجه اولى هما مكونين قبل ما يكونوا مدربين، لانه يمكن الطريقه ديال الانتقاء ديالهم خلات السي فتحي جمال انه يلاحظ على المدى التكوين الاكاديمي ديالهم، لانهم دازوا في مراحل سنيه مع عدد كبير من الفرق ولا عدد كبير من المنتخبات، والقاسم المشترك اللي كيجمع بين هاد المدربين يمكن هو التكوين ديالهم كما قلت لك، لانهم الاغلب ديالهم كينتميو لمعهد مولاي رشيد او لاستيغ رويال دو فورماسيون اي دي كادغ، اللي تكلمتي على بوبو تكلمتي على شيبا تكلمتي على عبد الله الادريسي والسي مذكر وعموته، فهادو مدربين ولا مكونين خرجوا من معهد، دونك ديجا عندهم واحد الحصيله تكوينيه في مجال التكوين الاكاديمي اللي تقريبا حصلوا على الاجازه المهنيه في التدريب الرياضي، ومن بعدها رحلوا وكملوا التكوين ديالهم على مستوى الفرق الكبرى. يمكن المشروع ديال العمل اللي حاطوا ولا مبرمجوا سي فتحي جمال في هذه المده الاخيره كيعتمد على واحد الكونتوني انيال دو فورماسيون سيغ لو بلون تكنيك تاكتيك فيزيك ومونتال، وباش تحط هذا المشروع هذا يلزم ناس اللي غيمشيو مع هذه الاستراتيجيه ديال العمل. دونك حنا كيف ما كنعرفوا النموذج الفرنسي كيقول لك افورس دو فورجيون دو فيان فورجون، هو اللي كنعتمدوا عليه بشكل كبير. كنعرفوا حتى فتحي جمال هو انسان اللي مكون وخشار هذه الاسماء هذه اللي هي قادره تعطي الاضافه، ويمكن ليا انا نلخصها لك لانه حتى في الاسماء وفي لي كاتيجوري اللي غادي يكونوا فيها انا بانت ليا غتكون في لونشينمون في لو طرافاي. مثلا الا تكلمتي على السي بوبو غيكون عنده ليكيب ديال لي 13 وعلى مساعد مدرب ومساعد، دونك هنا غيكون التسلسل في العمل مع المدربين وحتى التواصل بيناتهم يمكن ما غاديش يكون واحد المشكل، على غرار المشكل اللي كان عندنا قبل مع مع اوشن اللي كنعرفوا المدربين ديالو كانوا عده جنسيات مختلفه، مدرب فرنسي مدرب بلجيكي مدرب ما كناش كنعرفوا كان هذاك الميلونج كان كيخلق لنا حتى مشكل في التواصل، زيد على ذلك المشرف العام اللي كان كيتكلم باللغه الانجليزيه وما كانوش كيتقنوا عدد كبير من المدربين. يعني التواصل هو المشكل، التواصل هو اللي كان مشكل كبير. اليوم عندنا الا كان واحد المشروع ديال العمل كيمشد على المدى المتوسط والمدى البعيد يمكن لنا اننا نوصلوا لواحد العمل اللي غيكون قاعدي في المستوى ونقدروا نجنيو الثمار ديالو المده ديال 5 سنوات هذه قادمه ولا 7 سنوات، شريطه انه يكون الاستمرار على هذا المشروع هذا وشريط انه يكون لدينا الصبر الكافي سواء من طرف الجماهير المغربيه ولا كذلك الصحافه الوطنيه وكذلك المتبعين للشان الرياضي الكروي. جميل جدا، وغادي يعني نرجع للنقطه اللي ذكرتي ديال روبرت اوشن الويلزي اللي كان قدم الاستقاله ديالو قبل اشهر قليله جدا. تكلمنا هذه على التكوين، وغادي نسالك واش التكوين بوحده كافي على انه يولد او لا يخلينا نشوفوا لاعبين اللي هما يحملوا قميص الوطني، والمدربين اللي الحاليه اللي يشرفون على هذه الفئات العمريه ربما كيكتسبوا حتى التجربه مع المده، لان حسين عموته تجربته الكبيره مع فريق الوداد البيضاوي واللي هو مشرف على هذه المدربين هذو كاملين، واش نقدروا نقولوا ان التكوين هو بوحده كافي على انه نشوفوا هاد اللاعبين مستقبلا سي حسن؟ اولا كما قال المهدي وفي نفس السياق يعني ما يمكن لي الا نقول انه اختيار صائب بالنسبه لفتحي جمال، لان فتحي جمال ابن الدار وكيعرف الاطر الوطنيه خير معرفه دونك كنظن انهم اطر كلهم اللي عندهم تجربه وسبق لهم مارسوا كره القدم على اعلى مستوى في داخل الوطن وعلى مستوى الاحترافي حتى خارج الوطن، دونك عندهم المام بزياده على التكوين الاكاديمي ديالهم، عندهم المام باللعبه، عندهم ناس اللي كيعرفوا الوسط الرياضي، يعني كما قلنا ابناء الدار كيعرفوا يعني الكبيره والصغيره،
وناس اللي ما دارهم فتحي جمال الا وكيعرف انهم عندهم دي بروجي اللي يمكن يطوروا بهم يعني هاد لوفولي ديال التكوين. وبالرجوع للسؤال ديالك, التكوين يعني كيكون كيبغي كما قلنا يعني واحد العمل بطريقه ممنهجه يعني اكاديميه, كيبغي الاستمراريه, كيبغي الوقت كما قال سي مهدي, كتكون الاهداف المسطره اموان لون تيرم, ومن بعد كيكون سميتو داك المواكبه ديال دوك اللاعبين اللي حنا كنديروا لهم التكوين باش يمكننا نوصلوهم لاعلى مستوى. كتكون حتى الاتفاق المبدئي بين المدربين في جميع الفئات العمريه, لانه كيف قال مهدي ان حسين عموته يشرف على تدريب منتخب الرديف بمساعده هشام الدنيعي اللي بدوره يشرف على المنتخب ديال اقل من 23 سنه, يعني هنا واحد كيكمل الاخر. وكنتمنوا لهم كامل التوفيق جميع المدربين المغاربه اللي كيشرفوا على هذا المنتخب بجميع الفئات السنيه. اذا المشاهدين الكرام وصلنا بكم الى نهايه المحور الثاني والذي خصصناه للحديث عن بعض المدربين الذين سيشرفون على تدريب المنتخبات في مختلف الفئات العمرية, وننتقل للمحور الثالث والأخير, تدوينة مثيرة للجدل بطلها الزميل والصديق محمد المغودي الصحفي الرياضي, والذي كتب فيها أن وحيد خليلوزيتش باستقبال وبنظرات حارة للمدرب هشام التكي. طيب, تدوينة مثيرة للجدل هذه المرة, كيف أكدت وقلت سابقا أن البطل ديالها هو محمد المغودي الزميل والصحفي والناقد الرياضي اللي كتب في تدوينته هل تعرف سي خليلوزيتش باللغة ديالو, ويعني أنا كيقصد المدرب وحيد خليلوزيتش, ما وقع لك صباح اليوم اللي هو يوم أول يوم أمس من اللي استقبلنا المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة, والمدرب وحيد أو عفوا هشام دكيك قال بأن الرسالة هي ماشي فقط وحيد خليلوزيتش يستقبل ربما هشام دكيك, ولكن قال بانه في تدوينته شوف مدرب هشام دكيك مع المنتخب الوطني المغربي رغم الامكانيات, ماشي نقولوا امكانيات بسيطه, الجامعه الملكيه المشكوره انها وفرت كامل الامكانيات للانجاح واللي خلات المنتخب الوطني يوصل لهذه المرتبه, ولكن كنشوفوا الراتب ديال هشام دكيك مقارنه مع وحيد خليلوزيتش اقل 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 بكثير جدا, ولكن اللي داروا هشام دكيك ربما ما وصلش لوحيد خليلوزيتش طيله هذه الاشهر الطويله اللي قاد فيها المنتخب الوطني المغربي. دا ماكسيمتي لا هو صحيح. بعدا كنبغيو نوجهوا التهنئه للجميع الطاقم التقني والاداري اللي كان كيشرف على المنتخب ديال كره القدم للصالات, لانه انجاز تاريخي يحسب للاداره التقنيه, يحسب للجميع الاطر اللي شاركت في هذا الانجاز هذا. سي هشام دقيق قام مع واحد الكبير جبار, يمكن لنا اننا نجزموا في مده ديال 8 سنوات جرى الانتقاء ديال عدد كبير من اللاعبين, وانا كيف ما كنعرف هشام دقيق دائما الاختيار ديالو الانتقاء ديال اللاعبين ديالو دائما كيمشي للاعبين اللي كيقدروا يتعايشوا مع المجموعه. صافي دير عندك مي غتاخذ لاعب اللي كيدخل وكتكون لانسيرسيون ديالو مزيانه وسط لو غروب يقدر يعطيك لي ريزلتا اللي انت يمكن كتمناه في واحد المده اللي يمكن كتراوح ديال 3 اشهر ولا 42 اشهر. يمكن كره القدم ولا العلم ديال كره القدم دائما ما كيتبنى على واحد الاحصائيات اللي كتكون دقيقه, وفي الاغلب الاحيان ما كتكون صحيحه, خاصها تكون واحد 42 صحه من 42 حصه من اجل بناء فريق اللي يكون متجانس ويكون قوي من اجل حصد نتائج ايجابيه. هذا الشيء هذا يمكن بنى عليه العمل ديالو هشام دكيك. هاد التدوينه هادي يمكن كنعتقد انها تدوينه صحيحه, والامور اللي تحدث عليها الزميل سي محمد المغودي فهي كانت بين الاسطر, ووجه رسائل مشفره لعدد كبير من الاشخاص, رسائل مشفره لسي واحد هاليوزوج لانه كيقول لي بانه العمل هو الوسيله الاولى والاخيره لاظهار الملامح والاظهار ذلك اللغه الخطابيه اللي كيستعملها في الخطابات ديالو ولا في التواصل ديالو سواء مع الصحافه الوطنيه ولا الجمهور المغربي. يمكن لنا انه حتى الحضور ديالو فهذا ربما كتعتبر لي اهانه, هذا بالنسبه لي اهانه لهذا الشخص هذا, لانه حضر الشخص بدا من صفر وصل القمه ديال 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 ديال, ديال الجبل بامكانيات ربما اللي كانت في البدايه بسيطه, ومع مرور الزمن ومع مرور الاوقات بالعمل ديالو الجاد والتسلسل في الاختيارات ديالو ولا في العمل ديالو قدر انه وصل القمه ديال الجبل. فبرافو لهشام دكيك. نعم, ما ننساوش ان المدرب هشام دكيك 3 مرات كيشارك ربما في كاس العالم, الامر اللي ربما كيطرح تساؤلات والمستقبل ديال وحيد خليلوزيتش مع المنتخب الوطني المغربي. لا مجال سي حسن قبل ما نستمعوا
نستمعوا لهشام تكيك في تصريحاته اثناء استقبال الجامعه الملكيه المغربيه يعني النخبه الوطنيه اللي جات من ليتوانيا. مستقبل المنتخب الوطني المغربي لا مجال يعني للعب، يعني ماشي اللعب كره، ولكن لا مجال للضحك على الجمهور المغربي، لانه اللقب الافريقي خصو يكون محسوم، والتاهل لنهائيات كاس العالم في قطر خصها تكون هي امر محسوم. سي حسن، اولا كنتقدم بالشكر للاطار الوطني هشام دكيك واللاعبين والاطر المرافقه للمنتخب الوطني في هذا الكاس العالم اللي تقامت في ليتوانيا مؤخرا. كنظن ان نتيجه ما جاتش يعني بالصدفه، جات نتيجه واحد الثمره ديال مجهودات طيله ديال المده ديال سنوات اللي اشتغل على الدكيك، واشتغل على واحد تكوين واحد المنتخب التنافسي، منتخب اللي استطاع انه يفرض الاحترام ديالو على 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 الجميع. وكنظن انه بصم على واحد الموسم اكثر من رائع من خلال تحقيق كاس افريقيا كاس العرب والوصول للدور ديال الثمون والخروج عن يعني خروج مشرف بطريقه مشرفه ومرفوع الراس. وكنظن ان الاستقبال اللي دار لهم يعني استقبال ديال الابطال. نعم، وحنا بدورنا حسينا بفرحه اللي هي مضاعفه وشفنا المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه كيوصل الادوار اللي هي كبيره وكبيره جدا، ولمانا نحقوا اللقب النسخه المقبله ان شاء الله بحول الله. في اقل من دقيقتين، دقيقه للسي مهدي ودقيقه للسي حسن، كلمه اخيره بخصوص ما وصل اليه المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه. لا، وبعد انا كما قلت لك تهنئه كبيره لهشام ديك، ولا شفتي في اللغه ديال الخطاب ديالو فهي لغه فيها كثير من الفخر والانتماء للبلد والانتماء للوطن. ومثل هاد لي بروفيل وهاد الاشخاص هادو اللي خاصنا نديروهم على راس الاداره التقنيه. ويمكن لي انا نجزم لك انه اليوم المنتخب الوطني لكره القدم للصالات خاصنا ناخذه كنموذج وطني لعدد كبير من القطاعات وكذلك عدد كبير من الرياضات، ماشي فقط للرياضه ولكن عدد كثير من القطاعات يلزم يشتغلوا بهاد النموذجيه في العمل، ويلزم يكون عندهم واحد الفيزيون الون تيغ من اجل تحقيق الاهداف المستقبليه، لانه العالم الوطني ماشي سهل انك تكون كتنافس عليه. فيمكن لينا هذا الشيء هذا ما كيزيدنا غير شرف اننا كننتميو لهذا الوطن هذا. صحيح سي حسن. اللي بغيت نقول هو انهم شرفونا كفاو يعني شرفوا جميع المغاربه، وهذا ما جاش كما قلت اعتباطا، جاء نتيجه ديال واحد العمل متواصل. وكنظن ان اللي خلى هذا المشروع ينجح هو ان هشام دكيك عنده ان ستيل دو جو اللي طبع به النخبه الوطنيه وخلى عطاه واحد القوه، رغم اننا في المنتخب الوطني عندنا شباب ما يعني ما عندهمش بنيات جسمانيه كبيره كمثلا على سبيل المثال فريق ديال البرازيل، ولكن القوه كانت في داك في الانسجام، داك اللاعب حركيه كبيره وباللمسه الواحده، هذا هو اللي عطى قوه للفريق وحتى داك الروح ديال الفريق. فكنظن هذه هي الرساله اللي خصي يستقيها الناخب الوطني فايد خليل زوش، ويعمل على 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 طبع واعطاء الفريق الوطني داك ليدونتيتي اللي افتقدناها من منذ يعني ذهاب رونار. نعم، منذ ذهاب رونار، والاشاره في ان رونار العمل الكبير اللي قام به رفقه المنتخب الوطني المغربي لا ينكر من طرف الجماهير المغربيه، تاهل تاريخي على حساب كوت ديفوار في نهائيات روسيا 2018. كنتمنوا كامل التوفيق للمدرب ايضا هشام دكيك وايضا وحيد خليل زيتش، ولما نشوفوا منتخباتنا الوطنيه في احسن صوره. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم الى نهايه عدد اليوم من برنامج جليسة رياضيه. اعود اذكر ان برنامج جليسة رياضيه يوم غد بحول الله سنتحدث فيه عن لائحه وحيد خليل زيتش، نظرا لاجراء او لتصوير حلقه اليوم بشكل متزامن مع عقد ندوه اللاعبين او اللائحه النهائيه ديال وحيد خليل زيتش. سي حسن ساخي، كنشكرك على حضورك معنا في حلقه. شكرا. ايضا مهدي كسوال الاطار الوطني، شكرا لك على حضورك معنا في حلقه اليوم. والشكر موصول للطاقم التقني والصحفي على انجاح وانجاز حلقه اليوم من برنامج جليسة رياضيه. اضرب لكم موعدا يوم غد بنفس الموعد وعلى نفس القناه. الى اللقاء.